مشروع الوحدة الثاني من إعدادي نعمة أهموس الحياة الثقافية والفنية. يزخر المغرب برصيد هائم حياة الثقافية والفنية والتراث الذي يعكس وعي المغاربة عبر التاريخ. وما يميز هذا التراث هو التنوع والغنى، حيث تزخر المكتبات المغربية بالتراث الثقافي، ونذكر منها الخزانة الحسانية بالرباط، خزانة القرويين في فاس، خزانة ابن يوسف بمراكش، خزانة الجامع الكبير في مكناس، والكثير منها بإضافات للتراث الفني في الكثير من جوانب الأدبية والفنية والموسيقية. مزالات الحياة الفنية والثقافية. الفن هو القدرة على إنجاز طريقة مبتكرة، وتتمثل مظاهر الحياة الفنية في القدرة على التعبير عن المشاعر الإنسانية، المشاكل والعيوب التي يمر بها الفنان والمجتمع من خلال طرق جمالية إما مقروءة أو مسموعة أو مرئية. فنون الكتابة والشعر والنثر والموسيقى والمسرح والسينما. الثقافة تمثل الثقافة النسق العام للمعرفة في المجتمع، تسهم في تكوين شخصية الإنسان الذي يعد اللبن الأساسي في تكوين المجتمع. لذا فإن حياة الثقافة تشمل التعليم بدرجاته، كما تضم الصحف والمطبوعات بالإضافة إلى الكتب والمكتبات. فالقراءة هي مفتاح التعرف على الثقافات الأخرى، والقيمة الثقافة لدولة ما تظهر فيه من خلال عدد المكتبات ومعدلات قراءة.